وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف، على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، ومش محتاجين ننقل من إيران، والمعركة بين الحروب تبعك بلا طعمة وما إلى نتيجة. طبعا الإسرائيلي عم بيفتش على الأماكن، وأنا بحب أقول له نحن عادة ما منحط كل شيء بمكان واحد، وانتشروا مش هيك؟ وانتشروا، لما مننتشر هو فتش، هذا عم بيفتش على الأماكن هو، وعم بيشغل العملاء. هلا بحكي شوي عن المسيرات، صار محتاج يشغل عدد أكبر من العملاء، والموضوع الأساسي البحث عن الأماكن، البحث عن الأماكن بموضوع المسيرات وغيره نفس الشيء. وهون خلي يفتش على الأماكن، يفتش ويفتش ويفتش، وإن شاء الله نحن ناطرينه، وبعون الله تعالى، بفضل الله تعالى، وبوعي المقاومين وحماقة العدو، وببركة دعائكم إن شاء الله قد نكون أمام عملية أنصارية 2 إن شاء الله. كمان اليوم، وهذا مش سوي على الإسرائيلي بس كمان مشان أنتم تفرحوا، مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات. بده يشتري يقدم طلب، مش محتاجين نقول من إيران. ولذلك هاي المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي قيمة.